نروح للمكسيك ولا للبولندا آه خلينا للمكسيك ماشي. عشان في قصه كده عايزين نتكلم فيها في المنتخب المكسيكي يمكن المنتخب المكسيكي هو عودنا من 94 لحد دلوقتي هو بيتاهل هو بيتاهل من المجموعات واخر دور يعني بالصدفه غريبه ان هو اتاهل في كل البطولات من 94 لحد دلوقتي مم. من المجموعات ولكن خرج في دور 16 من كل البطولات يمكن هو دور 16 هو الحلم او الهدف للمنتخب المكسيكي اللي ما اتغيرش نقطه مهمه المنتخب المكسيكي هو اكثر منتخب مشاركه في المونديال ولم يتوج يعني المنتخبات اللي لم تتوج في المونديال المنتخب المكسيكي الاكثر مشاركه ما بينهم ففي خبره كبيره للمنتخب المكسيكي اللي دايما متواجد وده نابع طبعا من وجوده في قاره امريكا الشماليه اللي فيها تصفيات شويه اضعف من بقيه القارات المنتخب المكسيكي السنه دي هو اضعف منتخب في النسخ اللي فاتت ما مفيش يعني مفيش فيه لعيبه اسماء كبيره زي او اسماء تقدر تقدم كرة جيده زي النسخ اللي فاتت هو في بس لاعب في منتخب المكسيك خلينا نقول السؤال ده ونسيبه للجماهير نجاوب عليه اخر الحلقه في المجموعه دي في اثنين لعيبه ده كاس العالم الخامس بالنسبه لهم منهم ليونيل ميسي عشان يسهل الموضوع ماشي في لاعب تاني في المجموعه دي وكريستيانو رونالدو على الجانب الاخر هو ده كاس العالم من 2006 لحد دلوقتي هم اه يعني في لاعب في المكسيك في لاعب في المكسيك يلا دينا سهلناه احنا عشان بنتكلم المكسيك عمال دلوقتي <applause> في لاعب في المكسيك هو شارك دي النسخه الخامسه ليه اللي هيشارك فيها مم. من القايمه قدامك وانت انت تقدر هتقدر تطلعه والساده المشاهدين لو لو فكروا شويه خلينا نجاوب عليه في اخر في اخر هو مش اوتشوا يعني الحارس المشهور مم. للاسف مش اوتشوا الحارس المشهور لانه ما شاركش في 2006 يعني في قصه بقى نتكلم عليها المنتخب المكسيكي جل. كان تشيتشاريتو المهاجم مانشستر يونايتد وريال مدريد الشهير كان ليه قصه كده اثارت شويه الجدل مع المنتخب المكسيكي قبل قبل البطوله اهو قصه تشيتشاريتو يعني قصه غريبه واتفاجئنا كلها بيها في صحفي كده مسمينه الصحفي الذي لا تستطيع شراءه في المكسيك اسمه خوان فرنانديز ده طلع فجر قضيه لتشيتشاريتو مش متواجد مع المنتخب المكسيكي هو مدرب المنتخب المكسيكي تاتا مارتينو مدرب الارجنتين ومدرب مشهور وليه شخصيه قويه جدا وهو كان حازم مع تشيتشاريتو وقال له ان انت مش هتتواجد في كاس العالم يمكن اللاعب خرج وعيط قدام الجماهير في, في, في لايف موجود وكله استغرب ليه تشيتشاريتو مش موجود الصحفي فرنانديز اللي احنا بنتكلم عليه كشف السبب اللي هو مش موجود عشانه وهو سبب للاسف مؤسف ان هو اتكلم ان تشيتشاريتو كان بيأجر فتيات ليل في كاس العالم 2018 للمعسكر وقدر يدخلهم داخل المعسكر وهو كان اللاعب المسؤول عن سهرات ماجينا كانت موجوده اثرت على اللعيبه كلها وعلاقتهم بزوجاتهم واللعيبه نفسها زملائه طلبوا بعدم تواجده في كاس العالم ده وتاتا مارتينو سمع لهم وعزل تشيتشاريتو نهائيا رغم ان هو واحد من افضل الهدافين الموجودين حاليا طبعا وبيقدم مستوى جيد في الدوري الامريكي لكن كانت صدمه كبيره للشعب المكسيكي وكانت صدمه كبيره لان تشيتشاريتو دايما لاعب معروف بهدوءه ويمكن ما بيعملش مشاكل كبيره لكن م. هو للاسف اه اتورط في الفضيحه دي واللي للاسف تم ثبوتها يعني عليه وده سبب استبعاده من قائمه كاس العالم. طيب ده بالنسبه للمكسيك بالنسبه لبولندا بقى منتخب روبرت ليفاندوفسكي اللي هو ما قدرش يسجل في الـ في الـ في بطوله 2018 ويعني للاسف هو ليفاندوفسكي يعني احنا نقول ليفاندوفسكي يعني وجوده مع منتخب بولندا اثر عليه هي القايمه تخيل لو دايما بقول كده تخيل لو ليفاندوفسكي مثلا موجود في المنتخب الالماني طبعا شوف يعني طبعا هو محتاج المنتخب الالماني هياخد من كلوزا الرايه هو هو محتاج, محتاج المنتخب الالماني ومنتخب الالماني في بس الحاجه ليه ما فيش راس حرب اه يعني من ما فيش خلاص ما فيش المانيا راس حرب وقايمه المانيا قايمه قويه داخله كاس العالم بدون راس حرب بالظبط طبعا يعني هو واحد من افضل المهاجمين على مستوى العالم هداف الدوري الاسباني حاليا وبيتمنى ان هو يقدم لمنتخبه يعني يحقق الحلم بالتاهل من المجموعه معاه يمكن زيلينسكي لاعب نابولي هو واحد من افضل اللعيبه اللي في الدوري الايطالي حاليا كلها بتراقبوا طبعا حارس يوفنتوس هو تشيزني الحارس الاساسي اللي موجود مع بقيه الاسماء بقى كريستوفياك موجود في الدوري السعودي دلوقتي يعني بيونتيك وميلك هم افضل لعيبه وطبعا بيتواجدوا هم اثنين راس حربه بيتواجدوا في مركز موجود فيه ليفاندوفسكي وسوء حظ المنتخب البولندي ان اللعيبه الجيده بتتواجد في مركز ما اعتقدش ان ممكن حد يلعب مع ليفاندوفسكي فهم بيلعبوا 4 4 2 عشان يقدر يلعب باثنين روس حربه مع ليفاندوفسكي لكن المنتخب البولندي كان تاهله صعب لكاس العالم وحتى الرمق الاخير ومش متوقع ان هو يعني يشكل خطوره كبيره في المجموعه وهو هتبقى ما بين الارجنتين طبعا زي ما اتكلمنا في الصداره وما بين المكسيك واعتقد والسعوديه هيبقى فيه بقى كلام على المركز يعني السعوديه ممكن تصل على المجموعه دي؟ خلينا نقول هو الموضوع مش صعب. الموضوع لو احنا شفنا المنتخبات العربية وقارنا المجموعات الموضوع مش صعب. <applause> ولكن المنتخب المكسيكي عنده خبرات أكتر شوية من المنتخب السعودي قلنا المنتخب السعودي اللي هيرجح كفته هيرفي وتحكمه في الفرقة وخبراته و و اللي موجودة عنده من البطولة السابقة لكن التأهل المنتخب السعودي مش صعب أنا شايفه أن هو أفضل منتخب أنت عارف أنا مشكلتي مع المنتخب السعودي هي نفس المشكلة كنت لسه بتكلم عليها على منتخب مصر من شوية. فكرة الاحتكاكات أن هو عنده فعلاً لعيبة رائعة جدا تحتك في الدوري السعودي الدوري اللي واحد بقى أقوى من واحد من اقوى الدوريات العربيه دلوقتي بس هيفضل يعني ايه دوري في منطقتنا لعيبه بتاعة بولندا ولعيبه بتاعة المكسيك هم بيحتكوا في دوريات كبيره ودي نقطه الناس بتغفلها يعني اللعيبه بتاعة السعوديه في كذا اسم بيبقى مبهر في الدوري السعودي انا يعني بحب كذا اسم في الدوري في القائمه السعوديه دي احب اتفرج عليه واقول دايما هو ليه اللاعب ده ما بيلعبش في اوروبا عشان لو لعب في اوروبا هيكسر الدنيا طول ما انت ما بتحتكش بنيجي بقى في المنافسات زي المنتخب التونسي اللي انت كنت تقول انت حضرت مباراه تونس وبلجيكا البطوله اللي فاتت تونس وقتها كان عندها منتخب محترم جدا في المباراه يعني كانت كانت لغز انا فاكر فاروق انا حضرت البريس كونفرنس بتاع الكابتن نبيل معلول بعد المباراه الكابتن نبيل معلول قال انه هو ده المستوى بتاع المنتخب التونسي هو احنا لسه فاضل لنا سنين طويله عشان نوصل لهذا المستوى العالمي عشان نقدر نلعب ونشارك فيه بس هو ده اخر حدودنا اخر مستوانا لما نيجي نلعب مع منتخب بلجيكا احنا لسه فاضل لنا سنين ويمكن يمكن نقطه الاحتراف دي انا بتفق معاك فيها أو ما حتى جربوا فهد المولد خرج في الدوري الاسباني وسالم الدوسري راح في ريال بس لعيبه السعوديه ما بتفضلش الاحتراف بتلاقي ان هي نجوم في بلدها فبترجع بسرعه يعني و... لكن الاحتكاك بمنتخبات كبيره هو حصل وكان في الفتره اللي فاتت السنين اللي فاتت بيتم تحضير المنتخب ده لكاس العالم احتك بمنتخب الأرجنتيني احتك بمنتخب البرازيلي وكان لعب مباريات وديه كتير زيه زي المنتخب القطري اللي احتك بمدارس الجنوبيه ومدارس اوروبا ولعب في تصفيات اوروبا ولعب في بطوله كوبا امريكا فالاحتكاك موجود لكن قصه الاحتراف وقصه بقى اللاعب وتحكمه في المباريات بنشوف اللعيبه المحترفه في كاس العالم انت في كاس العالم مش مطالب منها غير الفوز صح فرغم كده انت مش محتاج تفتح خطوطك وتلعب مباراه كبيره انت بتقدر تكسب واحد سفر طبعا, طبعا هي دي بقى النقطه اللي ممكن تفرق يعني بص امل وامنيه حقيقي يعني مش بس عشان هو منتخب عربي شقيق المنتخب السعودي بس عشان هو فعلا منتخب محترم اتمنى ان شاء الله انه يروح بعيد يعني ما احبش ان المنتخب السعودي يخرج من الدور الاول نتمنى إن شاء الله يعني. نتمنى واحنا كلنا متفائلين يعني.